هي النت عندكم مش مظبوطة ولا ايه؟ لا تمام كده يا دكتور، مفيش حاجة. تمام كده يا جماعة، اه أبدأ تمام يا يعني؟ دكتور، اه تمام يا دكتور. طيب، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. تاني، احنا كنا مع بعض امبارح، اتكلمنا امبارح عن حاجة مهمة جدا، أرجو إنك تتذكرها دايما، وما تنساهاش، الإشارات. الإشارات بتاعت اتجاه دخول وخروج القدرة، لأن الموضوع بتاعنا اسمه أساسا اللود فلو، فإحنا في النهاية عايزين نعرف اللود بتاعي الفلو بتاعه ماشي إزاي، ماشي من النقطة A إلى النقطة B، ولا من النقطة B إلى النقطة A. طبعا بتتكلم على حاجة كده سيمبل كونكشن، لكن لما تيجي تتكلم على شبكة كهرباء كبيرة على مستوى الستيت، يعني بيبقى فيها آلاف الباصز ومئات الترانسميشن لاين، أو آلاف الترانسميشن لاين اللي هي كونكتنج الباصز دي مع بعضها. فما ننساش الجراف اللي احنا انهينا بيه المحاضرة اللي فاتت امبارح، اللي هو خاص ب إشارة الزاوية إكساي، لأن أنا عندي الـ P بتساوي V في I كوساين إكساي، والـ Q بتساوي V في I كوساين إكساي، وبالتالي الزاوية إكساي دي اللي هي ما بين الفولت والتيارات لازم ناخد بالنا منها كويس، لأنها هتقع في أنهي وقت تاني؟ لو وقعت في الأولاني، إن الـ P ماشيين في الاتجاه الافتراضي اللي انت حاطه من النقطه A الى النقطه B. لو وقعت في الربع الثاني اللي هو من 90 ل 180، يبقى بتتعكس اشاره البي، يعني كان البي داخله للنقطه A مش خارجه منها. اما الكيو بتمشي في نفس الاتجاه بتاعها من A الى B. لو وقعت في الربع الثالث، اعتقد الاثنين بيتعكس كده البي والكيو، ولو وقعت في الربع الرابع بتتعكس اشاره الكيو، ما بتعكسش اشاره البي. وارجع وتاكد من الكلام ده طبقا للمحاضره بتاعت امبارح اللي انا بعتها. طيب تعالوا بقى نشوف ايه موضوع اللود فلو ده، او الباور فلو في الشبكات الكهرباء. زي ما اتفقنا، احنا عندنا في الشبكة الكهربية عايز أعرف البيانات بتاعتها إيه، علشان أقدر أخد قرار إذا كنت هضيف حاجة، ولا هعمل سيتنج الحاجة، ولا هشتغل بطريقة معينة في التشغيل. يعني لازم يكون عندي بيانات. طيب أنا عندي شبكة كهربية، يعني دايرة كهربية، يعني دايرة كهربية، وأنتوا درستوا الدوائر الكهربية السنة اللي فاتت. انا لما باجي احل الدايره الكهربيه يهمني ايه؟ يهمني اعرف الفولت عند كل نقطه، يهمني اعرف التيار في كل برانش. هو ده ببساطه شديده اللي احنا بنختصره في كلمه، ان انا عايز اعرف البي والكيو والفي والدلتا بتوع الشبكه الكهربيه في اي نقطه وفي اي فرع من فروع الشبكه، اي خط من الخطوط. عايز اعرف البي كام والكيو كام، ماشيه في انهي اتجاه في الخط، من A الى B ولا من B الى A. ايضا عند كل نقطه A او B او C او D او عشرات الالاف من النقط او الباصز اللي موجوده في الشبكه بنسميه باص او نود، بنسميه باص او نود. عايز اعرف قيمه الفولت كماجنتيود وقيمه الانجل اللي هي الزاويه بتاعته، باعتبار ان انا عندي ريفرنس زيرو بنسب اليه كل الزوايا بتاعتي. يبقى دراسه اللود فلو باختصار شديد هي بتحل المعضله عند كل نقطه وكل خط، وتديك الاربع معلومات اللي احنا عايزينهم. نبدا ازاي؟ الحقيقه في كونسبت مهم جدا، اللي هو الكونسبت اللي قدامنا ده، الباص
اللي هو هنجده كتير جدا في الشبكات الكهربائية. انا الشبكات الكهربائية عبارة عن مجموعة من الباصز انتر كونكتد بخطوط او بترانسميشن. عندنا كونسبت مهم قوي اسمه الباور انجكتد انتو باص. الباور انجكتد انتو باص يعني انا عندي لو عندي جينريشن هنا بينجكت باور، لو عندي لود هنا فبينجكت بالنيجاتيف يعني بياخد، بينجكت بالنيجاتيف يعني بياخد اس دي. لو عندي ترانسميشن لاين هنا ففي ما بين اي وجي، الباص اي والباص جي في ترانسميشن لاين ايبر انجكت في الباص سواء بسلب او بالموجب. اذا انا خارج من الباص الباص جي داخل عندنا. علشان نبدا دراستنا ونعرف نحسب عند كل نود الفولتج بتاعي كام كماجنتيود وانجل، وعند كل برانش الباور بتاعتي كام كبي وكيو، في عندنا مجموعه من الاسامبشنز اللي لازم ناخدها في الحسبان. ايه الاسامبشنز دي؟ اول حاجه في الترانسميشن لاين وحل مساله اللود فلو بنهمل الريزيستنس، بنهمل الريزيستنس ليه؟ لان طبيعي احنا بنجيب مواد موصله، هذه المواد سواء نحاس او الومنيوم، وطبعا في الشبكات الكبيره دي ما بنحطش نحاس لان النحاس هيبقى غالي جدا، ولكن كل الشبكات الكبيره دي يا بنحط الومنيا يا اما سبائك من الالومنيا او الحديد بطريقه معينه اللي بيها بنضمن الكوندكتيفيتي بتاعتي بتبقى عاليه، يعني الريزيستنس بتاعتي بتبقى اقل منهم. بنضيف الى ذلك ان التيارات بتاعتي اساسا ايه؟ بتاعتي بنولدها مثلا في محطات التوليد على 13 كيلو فولت على 15 كيلو فولت في الحدود دي تقريبا. بعد كده بنعمل ايه؟ بناخد القدره دي ونروح رافعينها بمحولات الى جهود اعلى تصل الى 220 كيلو فولت واحيانا 500 كيلو فولت، وبعدين ابدا اروح واخد لاين القدره دي مئات الكيلومترات لنقط اللي انا بقول عليها مراكز الاحمال بتاعتي. وبالتالي بمشي مئات الكيلومتر بهذا الترانسميشن اللي المفترض مقاومته قليله جدا لانه من سبائك موصله للتيار الكهربائي، وبالتالي المقاومه بتاعتها قليله، فضلا عن ان التيار بتاعي بيبقى قليل. يعني على سبيل المثال ويهمني الارقام دي تبقى ثابته، على سبيل المثال الواحد ميجا فولت امبير، الواحد ميجا فولت امبير يعني الالف كيلو فولت امبير، الف كيلو فولت امبير يعني اقدر اقول لك مثلا لو عندك برجين عاليين شويه 10 12 دور وكل برج فيه 8 شقق ولا حاجه، هنقول المحول ده يا ما دوب يكفيهم اللي هو ال 1000 كيلو فولت امبير، المحول ده ما دوب يكفيه. طيب تعالوا نشوف بقى ال 1000 كيلو فولت امبير دي اللي هي بتساوي في في اي، اللي بتساوي في في اي او جذر 3 في في اي، لو انا بتكلم على ال 3 فيز متقسم جذر 3 في اي. لو الفولت بتاعي 11 كيلو فولت يبقى ال 1000 في كيلو فولت امبير على جذر 3 في 11 ال هتساوي قيمه التيار. التيار ده بيطلع كام يا شباب؟ بيطلع في حدود 52 امبير، حدود 52 امبير. طيب لو كان 20، لو كان بتاع 22 كيلو فولت يبقى على طول 1000 كيلو فولت امبير مقسوم على جذر 3 في 22 يعني هيطلع نص القيمه اللي فاتت، يطلع 26 امبير.
صح كده؟ طيب لو كان الجهد بتاعي 380 فولت، 380 فولت، يبقى 1000 كيلو فولت امبير مقسوم على جذر 3 في 380 يوم يطلع التيار بتاعي كام؟ 1600 امبير. 1600 امبير. شوف بقى الفرق الرهيب. يعني ايه؟ يعني لو الجهد بتاعي اللي انا باخد عليه السيرفيس ده 380 هيبقى التيار بتاعي 1600 امبير. طب لو كان الجهد بتاعي 22 يبقى التيار بتاعي هيطلع 26 امبير. يعني 26 امبير على المتوسط 22 كيلو فولت هي المناظره لل 1600 امبير اللي على المنخفض 380 فولت. طب بالمناسبه بقى مين اللي له التاثير الضار على صحه الانسان؟ التيار ولا الجهد؟ حد يقدر يجاوب؟ التيار. مين اللي هيجاوب؟ التيار. التيار يا باشمهندس، التيار. طيب تعرف قد ايه التيار ممكن يموت البني ادم؟ تقريبا 26 ملي امبير او 15، يعني في حاجه في رينج الملي امبير. برافو عليك. اسمك ايه؟ احمد عز. ايوه برافو يا احمد. التيار اللي بنبدا نشعر بيه بوجود كهرباء يعني في حدود 6 ملي امبير او 9 ملي امبير، اللي يبدا يدينا احساس مؤلم بالتيار ممكن 12 ملي امبير، اللي يبدا ياثر التنفس ويضيق التنفس والكلام ده من 15 ل 20 ملي امبير، ال 25 ملي امبير وال 30 ملي امبير يبدا يحدث تاثير على عضله القلب وقد تؤدي الى تليفات، وال 50 ملي امبير ممكن تؤدي او 30 ملي امبير نفسها حتى ممكن تؤدي الى الوفاه. مظبوط؟ ففعلا التيار بالشكل ده. ال 1600 امبير وان كنت انت لا تلامسهم يعني بشكل مباشر وممكن يعملوا صدم ديس مباشر، انما ممكن يسببوا اورام وامراض خطيره جدا لو انت قاعد دائما وابدا على مقربه منهم. لو انت عندك كابل ماشي فيه تيار 1600 امبير، انت فاكرين القاعده بتاعت المجال المغناطيسي بتاعت الرايت ارم او الرايت هاند، مش كده؟ انك انت عندك التيار في الناحيه والمش عارف ايه الناحيه والشيش ناحيه والمجال عمال يلف ايه دوران، مش كده؟ فانت في مجال مغناطيسي اسوشيتد بكل كوندكتور موجود عندك ماشي في التيار. المجال المغناطيسي ده ممكن يؤثر بشكل سلبي جدا ويسبب في امراض خطيره جدا، وللاسف الشديد لا تمنعه يعني حوائط ان هو يعدي من خلالها. طبعا هو بيعدي في الهواء ولكن البريمانيه بتاعت الهواء يعني عشان تبقى واخد بالك من ده في تاثير اقصد تحديد الامطار، ويجب القيام الحوائط ويسبب امراض عضويه خطيره جدا. عشان كده حذاري كل الحذر كده قليل جدا ومستوعب في جنبك لوحات كهرباء او جنب منك محول كهرباء، لان هذا التيار ما تقوليش الجهد المنخفض، الجهد المنخفض هو الاكثر خطوره من الجهد العالي نتيجه ان الجهد المنخفض هو صاحب ليه تيار العالي البيولوجيكال على البني.
اوكي يا جماعه. اذا نرجع ثاني للنقطه الاساسيه ان اهمال المقاومه في شبكات الجهود العاليه ده يعتبر assumption quite valid، لا يوجد فيه يعني تجاوز كبير عندما نهمل هذه المقاومه. اللود بنعتبره كانه جنريتور بس ولكن باشاره سالبه، يعني بدل ما القدره بتاعتي داخله الى البس بتبقى خارجه منه. ده ضمن الاسامبشنز اللي احنا بنضعها في الحسبان. تعالوا نشوف شبكه مبسطه زي دي شكلها ايه، ها، وازاي نقدر نحلها ونطلع الباور فلو بتاعها سوليوشن شكله. طبعا الوان لاين دياجرام ده اللي الدكتور عبد العال شرحه لكم هو اللي بيعبر عن الشبكات بتاعتنا بشكل عام. كل خط من دول بنقصد ان هو ثلاثة فيز لاين، ثلاثة فيز لاين، لكن بنسميه سنجل لاين دياجرام علشان بساطة التعامل معه. انا لو عندي شبكة بالشكل اللي قدامنا ده فيها باص واحد اثنين ثلاثة اربعة، وعندي كل باص موجود عندي جينريتور جي واحد جي اثنين جي ثلاثة جي اربعة، وموجود ايضا لود اللي هو اس دي 1 اس دي 2 اس دي 3 اس دي 4. طبعا الاس عاده اللي هو الباور انجكتد انتو باس او الباور اللي هي محقونه في الباس عندنا بنقول انها اس اي بتساوي بي اي زائد جي كيو اي. يبقى اي باس من دول انا في الاخر اقدر اكتب معادله اس اي اللي هي الباور انجكتد انتو باس اللي هي عبارة عن بي اي زائد جي كيو اي اللي هي جاية من محصلة، من محصلة مين؟ محصلة الحاجات اللي هي داخلة او متوصلة بالباص اللي هو الترانسميشن لاين ده، الترانسميشن لاين ده، الترانسميشن لاين ده، الجنريتور ده، واللود ده اللي هو غالبا هيبقى بالنيجاتيف لان اكيد لازم كل اللي موجود داخل يتزن مع اللي خارج، وجايز قوي يكون بدل ما الباور جاية من اثنين الى واحد تكون رايحة من واحد لاثنين انا مش عارف، وهو ده اللي هتسرع عنه الحلول. فهتجد بعض الباورز اللي احنا بنتكلم عليها دي بالبوزيتيف وبعضها بالنيجاتيف، وبالتالي السمشن بتاع الباور عند البص اللي هو كيرش فلو بيقول لنا مجموع التيارات عند اي نود بيساوي كام؟ بيساوي صفر. مجموع التيارات عند اي نود بيساوي صفر. فكلمة تيار هنا بنستعيد عنها باور، لان في الاخر التيار في الفولت هو اللي بيدين الباور. فكلامنا عن الباور زي كلامنا عن التيار بالظبط يا جماعه. هنطور بقى الكلام اللي كنا بنتكلمه عن الدوائر الكهربيه ونتكلمه عن التيارات، هنتكلمه هنا عن باور كباور اكتيف وكباور رياكتيف. طيب ده سمبل دياجرام لسمبل نتورك، وعايزين نشوف النتورك دي بقى شكلها ايه في الطبيعه. الحقيقه اي ترانسميشن لاين احنا بنعمل له موديل. الموديل اللي قدامنا ده اللي هو الباي سيكشن موديل، يعني عباره عن تو بارلل اليمنتس اللي هم غالبا الكاباستور بانكس اللي موجوده هنا والامبيدنس بتاع الترانسميشن لاين اللي هي في الاليمنت السيريز اللي موجود عندي. فاي خط من الخطوط اللي عندنا هنمثله بالموديل بتاعه اللي هو قدامنا ده اللي هو عباره عن باي سيكشن، واعتقد ان كنتوا خدتوا الكلام ده في الترانسميشن لاين. كويس. وفي الاخر هنيجي نكتب معادله الانجكتد باور عند كل نود او عند كل باص اللي هي معادله النود ايكويشن اللي احنا كنا بنعملها في حل الدوائر الكهربيه. بالمناسبه هذا الكورس يا جماعه ليس به معلومات جديده عن اللي انت عارفه ودرسه قبل كده. يعني انت النهارده كل قواعدنا ومعادلاتنا اللي بنشتغل بيها في هذا الكورس لن تخرج عن شغل الدوائر الكهربيه اللي هو السكند لو اوف كيرشوف، اللي هو كيرشوف سكند لو اللي هو السمشن للتيار عند اي نود بتساوي صفر. عملناها وحلينا بيها كتير قوي قبل كده في الدوائر الكهربيه. إضافة إلى ذلك بعض الماثيماتكس اللي أنت أيضا تعرضت ليها اللي هي حل
بعض المعادلات بطرق رقمية اللي هي numerical techniques أو الطرق العددية في حل بعض المعادلات اللي هي بالتحديد trial and error method اللي احنا هنشوفها بالتفصيل بعد كده. يعني أنا النهاردة مش هتاخد نظريات جديدة ولا علوم جديدة، احنا كل الحكاية بناخد نظريات سابقة انت عارفها كويس قوي وبنحاول نطبقها عندنا هنا في الايه في حل الشبكة الكهربية الكبيرة. تعالوا نشوف الشبكة دي هنعمل فيها ايه. انا عملت ايه هنا؟ لو تلاحظ النقطة دي هي النقطة دي، النقطة دي هي النقطة دي، يعني ايه؟ يعني two parallel elements اللي جايين من الترانسميشن لاين ده اللي هو ما بين واحد واثنين واللي جاي ما بين واحد وثلاثة كأنهم لمبد واتجمعوا عند نقطة ايه؟ واحد، عند نقطة واحد، ونفس الكلام عند نقطة ثلاثة، ونفس الكلام عند نقطة اربعة وعند نقطة اثنين، فتحول الشكل بتاعنا للشكل ده. تحولت الشبكة الى ايه؟ الى عناصر سيريز اللي هي ما بين الخطوط والنقط وبعضها، وعناصر بارلل اللي هي واخدة من نفس النود الى الارضي، الى نقطة الارضي عند مين؟ عند النود نفسها. فانا حولت الباور سبلاي، الفولتج باور سبلاي والاثنين اليمنتس دول الى كارنت سبلاي، الى كارنت سورس سبلاي اسمه اس 1، واحنا عارفين طبعا ان احنا نحول اي فولتج اليمنت معاه سيريز امبيدنس الى باور او كارنت سورس معاه بارلل ايه ادمتنس، ده اللي هو بطريقه الايه الثيفنن نتورك، مش كده؟ بنحول السيريز فولتج سبلاي او السيريز امبيدنس اللي موجوده مع الفولتج سبلاي الى كارنت سبلاي او كارنت سورس معاه بارلل اليمنت اللي انا ايه رحت مجمع كل المجموعه البارلل اللي جايه من الترانسميشن لاين 1 2 واللي جايه من الترانسميشن لاين 1 3 واللي جايه من تحويل الباور سبلاي هنا، حطيتها كلها على انها وان اليمنت متوصل ما بين النقطه 1 والنقطه 0 باسم واي 1 0 واي 1. كرر هذا الكلام عن النود رقم 2 يطلع لي واي 2 0، ويتكرر عند النود رقم 3 واي 3 0، ويتكرر عند النود رقم 4 واي 4 0، وادي الايه الكرنت سورس اللي موجود عندي بديلا عن الجنريتورز اللي احنا كنا حاطينها الفولت سورس. هل في اي حد مش فاهم احنا ازاي ماشيين في الشبكه اللي موجوده عندي وبجيب الرسم اللي عندي ده بعد ما حطيت الموديل بتاع الترانسميشن لاين والايكويفالنت موديل بتاع الفولت سورس اللي موجود عند النود وحولته الى كارنت سورس؟ في اي مشكله يا شباب معايا متابعين؟ ادوني سيجنال لو سمحت. معاك يا دكتور، فاهمين انكم تابعين؟ تمام. شكل ميار ولا مين اسمك ظاهر عندي؟ اسمك ايه؟ اسمه عندي هدير رضوان. هدير ماشي، شكرا. نكمل بقى يا هدير، تعالوا نكتب كيرشوف كارنت لو. كيرشوف كارنت لو، انا عندي مساله دوائر كهربائيه اهي، ها فيها عناصر سيريز وعناصر بارلل. تعالوا نمسك النقطه رقم واحد او النود رقم واحد ونكتب كيرشوف كارنت لو. اي واحد ده المفترض ان هو جاي من الكارنت سورس هيساوي التيارات اللي خارجه. طيب التيار اللي رايح في الترانسميشن لاين 1 2 هو في واحد ناقص في 2 على الامبيدنس اللي ما بينهم او في الادمتنس اللي ما بينهم واي 1 2. التيار اللي ماشي في البرانش 1 3 هو في 1 ناقص في 3 في الادمتنس اللي بينهم اللي هي ايه؟ واي 1 3. طب التيار اللي رايح على نقطه ايه؟ الزيرو، يبقى واي 1 0 او سوري في 1 ناقص في 0 يعني، او في 1 يعني يعتبر، لان الزيرو ده هو الريفرنس لنا كلنا. في واي 1 0، تعال نشوف احنا كتبنا المعادله صح ولا لا. اه فعلا، في 1 في واي 1 0
في واحد ناقص في اثنين في واي واحد اثنين، في واحد ناقص في ثلاثة في واي واحد ثلاثة. دي معادلة كيرشوف اللي احنا كلنا عارفينها. تعالوا نشوف هنكتبها للنود رقم اثنين. النود رقم اثنين هيبقى اي اثنين او جي اثنين، ده هو عبارة عن ده الانجكتد اللي هو جاي من الكرنت سورس، هيبقى عبارة عن بي اثنين ناقص بي واحد في واي واحد اثنين، بي اثنين ناقص بي اربعة، بي اثنين ناقص بي ثلاثة، وبي اثنين اللي هي بي اثنين زيرو، مش كده؟ بي اثنين ناقص بي واحد في واي واحد اثنين، بي اثنين ناقص بي ثلاثة في واي اثنين ثلاثة، بي اثنين ناقص بي اربعة في واي اثنين اربعة، وبعدين بي اثنين في واي اثنين زيرو. تعال نشوف الكلام ده كتبناه صح ولا لا. واي اثنين زيرو في اثنين، واي اثنين واحد في بي اثنين ناقص بي واحد، واي اثنين ثلاثة في بي اثنين ناقص بي ثلاثة، واي اثنين اربعة في بي اثنين ناقص بي اربعة، وهكذا هنكتب اي ثلاثة، وهكذا هنكتب اي اربعة. اي اربعة عبارة عن ايه؟ اي اربعة اللي هو داخل من الكرنت سورس، اربعة متوصلة باثنين ومتوصلة بثلاثة ومتوصلة بالارض، يبقى هيظهر عندي ثلاثة اليمنتس بس اللي هو بي اربعة واي اربعة زيرو، وبي اربعة ناقص بي اثنين واي اثنين اربعة، وبي اربعة ناقص بي ثلاثة واي ثلاثة اربعة. تمام، هو ده الكلام اللي عندنا. قدرنا نحط الكلام ده في الماتريكس فور. يعني لو حطيت الفولتس كولوم هنا وحطيت الكرنت كولوم هنا، هنطلع الواي ماتريكس اللي احنا برضو كلنا مش جديد علينا وكلنا عارفين عندي واي انك في الواقع يستحيل انك
النت قطع عند الدكتور شباب، فهو بيحاول يخش تاني دلوقتي يعني. معانا يا شباب، وصلنا كده مع بعض تاني ولا لسه؟ تمام يا دكتور، صوت واضح يا دكتور. تمام كده خلاص، تمام. نشير بقى تاني السكرين. عايزين نشير السكرين. السكرين كده باينه ولا مش باينه يا شباب؟ لسه يا دكتور ما ظهرتش. ما ظهرتش حتى، مش باين عندي زي الشير هنا يعني. بطلع السهم بتاع الشير. كده شوف كده، ظهرت كده يا جماعه، ظهرت السكرين. تمام يا دكتور، ظهرت. راح على كده السكرين. تمام يا دكتور، صار. نكمل بقى، بنقول ان الماتريكس ده هنحطه بطريقه افضل شويه، ستاندرد يعني، اللي هي بنسميها واي 11 واي 12 واي 13 واي 14، اللي هي من هنا واي 11 اللي هي تعتبر كل الايه الوايز الكونكتد بايه بنود 1، واي 12 اللي هي الواي او اللي هو الادمتنس اللي موجوده ما بين 1 اند 2، وواي 13 اللي هي ما بين 1 اند 3، واي 14 اللي هي 0 بس هنحطها عشان يبقى عندي ايه ستاندرد فورم على طول. وبالتالي هيبقى ده الشكل اللي موجود عندنا، الماتريكس فورم بتاع كيرش اوف سكند لو اللي هو اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 واي 11 واي 12 واي 13 واي 14 ومضروبه في الفولتس كولوم اللي موجوده عندنا هنا، واي 21 واي 22 واي 23 واي 24 وهكذا. واعتقد برضو الكلام ده مش جديد عليكم، مش كده؟ مع ملحوظات مهمه، واي 11 اللي هي واي 10 زائد واي 12 زائد واي 13، واي 22 اللي هو واي 20 كل المتوصل ب 2، واي 21 او 12 واي 23 واي 24 واي 33 اند سو اون اند سو فورث. مظبوط يا جماعه؟ نلاحظ هنا بس ان الميوتشوال ما بين 1 و 2 اللي هو بيساوي 2 و 1 هو ماينص الايه الادمتنس اللي موجوده ما بينها، وما بين 2 و 3 و 3 و 2 هو نفسه هو في. يعني باختصار شديد، انا لما اجي اشتغل الدوائر ده مش جديد عليكم برضه، باخد كل النودز او كل الوايز اللي متصله بنود معينه واقول دي يعني كلها وبشارتها اسمها واي 11 او واي 22 او واي 33 او واي 44. اما النودز ما بين النود 1 والنود 2 فباخد الواي بتاعتهم اللي هي الادمتنس اللي ما بينهم، بس بديها اشاره ايه ناقص. جت منين اشاره الناقص؟ جت من المعادلات اللي هي الاولانيه اللي هنا،
اللي هي دي مش كده؟ هي المعادلة، هي أول معادلة خالص أساسية كتبناها، طلعت لي V1 minus V2 V1 minus V3، فالناقص دي هي اللي فرضت عليا إن أنا إيه الميوتشال أدمتنس تبقى واخدة إشارة ناقص. أنا بكتب الماتريكس فورم عامة، لكن مع الأخذ في الاعتبار عند حساب Y12 Y13 Y14 Y21 Y23 Y24 Y31 Y32 Y34 Y41 Y42 Y4 Y5، كل اللي هو الميتشل ده بعد ما بحسبه اروح مدير إشارة ايه ناقص عشان تبقى معادلاتي مظبوط. ماشي يا جماعة؟ طيب احنا كده الدايرة الكهربية تاني، احنا بنحل مسألة الدوائر الكهربية، الدايرة الكهربية تاني حطيتها في الماتريكس فورم اللي قدامي ده، اللي علشان لو انا عندي الوايات ومؤكد ان انا عندي الوايات، عايز اشوف ايه بقى اللي موجود عندي من الفاريابلز دي وايه اللي موجود عندي من الفاريابلز دي، علشان اشوف عدد المعادلات اللي عندي كافي للحل ولا لا. طيب المعادلات اللي عندي هنا، المعادلات اللي عندي هنا، انا عندي كم فولتج؟ أربعة. وعندي كم تيار؟ أربعة، مش كده؟ فانا عندي أربعة فولتجز وأربعة ايه كارنتس، المفروض ابقى عارف جزء منهم واعرف الايه الجزء الثاني. انا عندي كم معادله هنا يا جماعه؟ انا عندي كم معادله الماتريكس فوق اللي قدامنا ده اللي هو 4 باي 4، عندي كم معادله؟ معايا ولا مش معايا؟ الو معانا اربع معادلات.